عاجل. الحكومة تدرس سيناريو منع التنقل الليلي للمغاربة. مع اقتراب احتفالات رأس السنة يروج بقوة في كواليس الحكومة إمكانية العودة إلى فرض حجر صحي جديد من خلال منع التنقل في الليل. وتشير مصادر مطلعة إلى أن سيناريو فرض حظر التنقل الليلي من الساعة 9 مساء إلى 5 صباحا بدأ من 20 دجنبر 2021 إلى 4 يناير 2022 ويبقى واردا بقوة، وقد يتم الإعلان عنه قريبا. هذا الإجراء مرتبط بمحاولة تفادي الاحتفالات برأس السنة ليلا مخافة انتشار فيروس كورونا. ويسعى المغرب إلى تحسين المكتسبات في المجال الوبائي التي تحققت بفضل حملة التلقيح والإجراءات الاحترازية المتخذة، وآخرها منع الرحلات الجوية البحرية.